السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد طلاب طيب، مدير عام فاب لاب العربية. بعد ما انتهيت من المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية، التحقت ببعثة خادم الحرمين الشريفين، حصلت على درجة البكالوريوس في تصميم المنتجات بمرتبة الشرف الحمد لله. بعدها رجعت المملكة ولي 4 سنوات خبرة في هذا المجال. الفاب لاب عبارة عن ورشة عمل أو مصنع مصغر مجهز بأحدث الأدوات والآلات المتخصصة في مجال التصنيع الرقمي، تسمح لأي شخص من أفراد المجتمع أنه يحول فكرته إلى مجسم أو إلى واقع. على مدى 4 سنوات الماضية اشتغلنا على اختراعات وابتكارات تقريبا في جميع المجالات. على سبيل المثال، اشتغلنا على جهاز كهربائي طبي في غرفة المريض، اشتغلنا على جهاز إلكتروني وهو جهاز أو لوح محمول لذوي الاحتياجات الخاصة، اشتغلنا على جهاز ميكانيكي يتركب في السيارة على سبيل المثال، وحتى اشتغلنا على تطوير ماكينة قهوة وهي أداة من أدوات المنزل. فاشتغلنا تقريبا في آخر 4 سنوات على جميع المجالات. مجال الاختراع والابتكار ما هي من المجالات المستحيلة، يعتمد على طرفين، الطرف الأول صاحب الفكرة والطرف الثاني الفكرة نفسها. إذا صاحب الفكرة عنده الشغف والجاهزية والقبول أنه يستثمر وقته وعلمه وفكره أنه يبحث ويطور هذه الفكرة، فقد في يوم من الأيام تنمو هذه الفكرة إلى اختراع أو إلى ابتكار أو إلى تطوير. يقال أنه الحاجة أم الاختراع، ما في وقت محدد للاختراع، ولكن الشخص في حياته اليومية بيعدي على أحداث. يعني إذا فصلنا اليوم هو عبارة عن أحداث من الصباح إلى الليل. ساعات الشخص يمر على مرحلة يفتقر فيها لشيء معين، أو يقول لو كان في هذا الشيء كنت عملت أو وصلت لهذه المرحلة. قد تكون هذه هي البداية أو النبض للاختراع. فأنت أوجدت مشكلة أو أوجدت حاجة في مجال معين، وبعدها تستثمر معرفتك وتبحث عن حلول، والحل قد وصلت لاختراع إذا أنت أبذلت جهد كافي فيه. ما في شخص مبتكر أو مخترع يوصل للمرحلة اللي هو يبغاها أو للنجاح من دون ما يفشل. من الطبيعي أنه يفشل، سواء كان مرة أو 10 مرات أو 20 مرة. الفشل ليس إلا مرحلة أو محطة من محطات النجاح. أبغاك تتذكر كل المراحل والصعوبات والفشل اللي تعدت على كل المخترعين والمبتكرين المشهورين في العالم. على سبيل المثال، أديسون مخترع اللمبة فشل أكثر من 1000 مرة إلين ما وصل للمرحلة اللي هو يبغاها. جيمس دايسون من أشهر المخترعين والمبتكرين في مجال الأدوات المنزلية، فهو صرف ثروته اللي جمعها في 15 سنة وفشل أكثر من 5000 مرة عشان يحول فكرته إلى منتج. فالفشل ليس إلا مرحلة من مراحل النجاح. أنا ما أبغاك توصل لمرحلة 20 فشلت وتقول أنا ما أقدر أنجح أو الطريق عندي مسدود. لازم يكون عندك شغف ولازم يكون عندك إيمان قوي بالفكرة أن تقدر تحول هذه الفكرة الصغيرة أو هذه البذرة إلى شجرة كبيرة. لازم تفشل، ولكن اعتبر كل فشل محطة تتعلم منها وطريقة إلى النجاح. بادر، اجتهد، احلم. ما في مخترع أو مبتكر وصل للمرحلة اللي هو يبغاها من دون ما كان يحلم. استشير، ما خاب من استشار. اشتغل على نفسك، ازرع في نفسك روح المعرفة، روح العلم، روح الابتكار، روح الاختراع. لا تقول انا هذا مو تخصصي، هذا ما هو مجالي، انا مني مطلوبي. كل احد ممكن يكون مخترع، كل احد ممكن يكون مبتكر، كل احد ممكن يحول فكرته الى واقع او الى منتج يستخدم من اشخاص مخترعين او اشخاص في المجتمع. ولكن خلي عندك روح والقوة والمبادرة والإيمان أنه أنت تقدر تحول هذه الفكرة أو هذا الحلم الصغير إلى ابتكار. تأكدوا من حضور منتدى جدة الاقتصادي من 17 إلى 19 جماد الأول لمعرفة المزيد من طرق الإنماء من خلال الشباب.